معنا اليوم الأستاذ عبد الله الحجي، مهندس برمجيات وعضو مؤسس في جمعية الألعاب الرقمية. حياك الله. الله يحييك، يا هلا ومرحبا. الألعاب الإلكترونية حاليا شاغلة ذهن الآباء والأمهات بشكل جدا كبير، لأنه قد ما احنا نقول لهم لا تلعبون أطفالكم ولا تخلونهم يدمنون على الألعاب، في الآن دوريات والعاب وجوائز مليون ريال. يعني انا اعرف ان عندنا في السعوديه الدوري السعودي الالكتروني وجوائزه مليون ريال. هو ايش الفرق ما بين الادمان وما بين الدوري وما بين اللعب؟ طيب خلينا نبسطها ببساطه. خلينا نقول الادمان في اي شيء، كان افلام، رياضه، كان خلينا نقول في الاكل، دائما بيضر اللي بيستخدمه. طيب الالعاب هي خلينا نقول موجوده للترفيه، تقدر تترفه منها، تقدر تستمتع فيها، تقدر تغير خلينا نقول جوك وتغير الانفايرمنت كان نفسه. فخلينا نقول نتاكد كيف نخلي الالعاب تفيدنا، وكيف نخلي، لانه خلينا نقول الالعاب هي رقميه واشياء تقنيه، فنقدر احنا نستخدم الادوات اللي موجوده داخل الالعاب ونحدد اوقات زمنيه لنا على اساس ما تاثر علينا بعدين. يعني هل تقنع الطفل انه يلعب ساعه واحده باليوم؟ هو مو ساعه، ما في مشكله يلعب 3 ساعات 4 ساعات، لكن في وقت محدد. خلينا نحسبها انا وياك. تمام. راجعه من المدرسه بعد 8 ساعات، بيريح له ساعتين، لعب 4 ساعات، متى يدرس؟ عنده من بعد الليل، بعد العشاء، عنده يختار الوقت اللي يناسبه. بس اهم شيء احنا نقدر نعطيها بطريقه خلينا نقول بالحوافز. اذا خلصت الدرس او خلصت الواجب الفلاني، لك الان تقدر تلعب بالجهاز وتقدر تخلص اللعبه اللي انت تبغاها وتلعبها.